بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. هذا النداء الذي أراد الله لرسوله أن يطلقه للناس كافة من أجل أن يتحركوا في العقيدة وفي الإيمان من موقع نظرتهم إلى ما يحيط بهم وما يدخل في حياتهم من نعم الله. إن الله يقول للناس: تطلعوا إلى السماء وهي تهطل بالمطر فتحيي الأرض بعد موتها، وتنبت لكم ما تأكلون، وتفجر لكم ما تشربون منه، وتطلعوا إلى الشمس وهي تعطيكم الدفء والحرارة، وتعطيكم كثيراً من العناصر التي تجعل الحياة طبيعية فيما عندكم، ثم تطلعوا إلى ما حولكم من الأرض، إلى الأنهار وهي تجري، والبحار وهي تتلاطم بالأمواج، وإلى الجبال، وإلى كل هذه النباتات التي تنبت في الأرض، وإلى ما سخره لكم من الحيوان، وما إلى ذلك من الأمور. تطلعوا إلى ذلك واعرفوا أن كل هذا هو من نعم الله عليكم، وتذكروا وفكروا من أين جاءت الشمس، وكيف نزل المطر، وكيف تفجرت الأنهار ينابيع وجرت الأنهار، وكيف ينبت النبات، من الذي صنع ذلك كله، ومن الذي أعطى ذلك كله، ومن الذي أنعم عليكم بذلك؟ إن الذي خلقكم خلق ذلك، وإن الذي أوجدكم أوجد ذلك. اربطوا بين وجودكم وبين كل هذا الجو الذي يحيط بكم، وبين كل هذه النعم التي تحيط بكم، واعرفوا أن الله عندما أوجدكم في هذا الكون لا يريد أن يوجدكم ويترككم، بل إنه هيأ لكم كل ما يجعل وجودكم غنياً بالنعم، وكل ما يساهم في امتداد وجودكم إلى الأجل الذي أجله الله. أيها الناس،
تذكروا الله عندما تتطلعون إلى ما حولكم من نعم، واشكروا الله في ذلك كله. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ استحضروا في أذهانكم كل من ترونه عظيماً، وكل ما ترونه عظيماً في الكون، استحضروا ذلك كله في أذهانكم، ثم فكروا من هو الذي خلق ذلك. فكروا في كل العظماء في الكون، وفكروا في كل الأوضاع الضخمة في الكون، من هناك؟ الكل مخلوقون لله، العظماء مخلوقون كما هو المطر مخلوق، والكواكب مخلوقة كما هي الينابيع مخلوقة. إن أي ظاهرة في الكون لا يمكن أن تكون الخالقة، بل إنها تشير بما أودع الله فيها من أسرار العظمة، تشير إلى الله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. والله عندما يريد أن يذكرنا بنعمته ويريدنا أن نستحضر في حياتنا في كل ما يحيط بنا أن نستحضر نعمته، هو الخالق وهو المنعم، حتى نرتبط به، حتى يكون ارتباطنا بربنا ارتباطاً وثيقاً، بحيث لا ننفك عن ذكره في وعينا، ولا ننفك عن شكره في ألسنتنا، ولا ننفك عن طاعته في أعضائنا. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء فيما ينزل عليكم من الرزق، وفي والأرض فيما يخرجه لكم من الأرض من الرزق، وفيما ينتشر في الأرض من الرزق؟ لا إله إلا هو، من غيره يمكن أن يكون إلهاً؟ إن المخلوق لا يمكن أن يكون إلهاً، وإن المحتاج إلى غيره لا يمكن أن يكون إلهاً. الله وحده هو الغني عن كل شيء، والله وحده هو الخالق لكل شيء، فكيف يمكن أن يكون غيره إلهاً؟ لا إله إلا هو. فأنى تؤفكون، أنى تنحرفون وتنصرفون وتكذبون وتسيرون في هذا الاتجاه؟ ثم توجه إلى النبي، قال للناس، وقال للنبي أن يقول للناس، هذه هي الحقيقة، الله هو الخالق، والله هو المنعم، والله هو الإله، وإن يكذبوك فيما تدعوهم إليه من التوحيد يا محمد فلا تبتئس، فلست بأول نبي كذب، ولست بأول داعية إلى الله رفض، أنت جزء من كل تاريخ النبوات، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، فلا تحزن ولا تبتئس، لأن المصير كله إلى الله. سينطلق الذين كذبوك إلى الله يوم القيامة ليواجهوا الموقف، وسينطلق الذين آمنوا بك إلى الله يوم القيامة ليحصلوا على النتائج الإيجابية، وستقف غداً وستكون الأمور كلها لله. ربما لا تستطيع أن تواجه من كذبوك بطريقة
حاسما، ربما يسبوك، ربما يشتمونك، ربما يسبونك، ربما يضربونك، ربما يثقلونك بالحجارة، ربما يطردونك، ولكن إلى أين؟ لو ساروا وراءك وسرت وساروا إلى أين؟ وإلى الله ترجعون. وهذا النداء وهذا الحديث مع رسول الله، يا من تتبعون رسول الله ويا من تحملون لواء الدعوة إلى الله والسير في سبيله والجهاد في سبيله، الله يقول لكل داعية للحق منكم إذا كنتم دعاة للحق، يقول لكم ما قاله لرسوله: ليعتبر كل مسلم، كل مؤمن، كل داعية إلى الله أن الله يقول له ما قاله، وإن يكذبوك أيها المؤمن، وإن يكذبوك أيها العالم، وإن يكذبوك أيها المجاهد، وإن يكذبوك أيها الداعي إلى الله، فلا تخف ولا تحزن ولا تسقط ولا تشعر بالفشل ولا تشعر بالانهيار، ولا تقل إن الناس ليست معي، إنك تحمل رسالة، والرسالة ليست رسالتك، هي رسالة ربك التي أوحى بها إلى نبيه وأراد منك أن تحملها، لأن معنى أن تكون مسلماً أن تكون داعية إلى الله. الإسلام لا يمكن، هذه حقيقة افهموها، عندما تكون مسلماً فمعنى ذلك أنك لا تستطيع أن تحصر نفسك في داخل ذاتك. عندما تكون مسلماً لا يمكن لك أن تفكر أن علي نفسي وليس علي أن أهدي أحد. أنت كمسلم لابد لك أن تكون رسولاً ولو بنسبة الذرة إلى الجبل. كل منا رسول الله إلى الناس، ولكن رسول الله يوحي الله إليه ونحن نستوحي مما أوحى به الله إلى رسوله. كلنا نعيش رسالة الله، ومن واجبنا أن ندعو الناس إلى الله. من كان كافراً واستطعنا أن ندعوه إلى الإسلام علينا أن ندعوه إلى الإسلام، ومن كان مسلماً ولم يكن سائراً على الخط علينا أن نهديه سواء السبيل. وإذا خوفك الناس كما خوفوا رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا قالوا لك كما قالوا له: إنك رجل محترم ولك المكانة الاجتماعية ولك المحبة عند الناس، لا يسبك أحد، لا يشتمك أحد، لا يهينك أحد، ولكنك ما دمت بعيداً عن كل الأوضاع التي لا يرتاح إليها الناس معك، لكن إذا انتقدت الأصنام فالناس لا يرتاحون لمن ينتقد أصنامهم، وإذا تحديت الضلال فالناس لا يحبون الذي يتحدى ضلالهم، وإذا أردت أن تغير الواقع إلى واقع يحبه الله فالناس لا يريدون أن يتغيروا بل هم يألفون حياتهم. إذا أردت أن تفعل ذلك فسيسبك الناس وسيشتمونك وسيضطهدونك وسيطردونك، إذن عليك أن لا تزعج نفسك،
أليس هذا بعض ما يقوله الناس للعلماء المجاهدين الصالحين؟ يقولون لهم: ما لكم وللناس؟ لا تتدخلوا في الشؤون، الناس يحبونكم. ويقولونها للمؤمنين وللمؤمنات، ولكن الله قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اقتدي أيها المؤمن، أيها المسلمون، رسول الله القدوة. كيف كان رسول الله؟ هل جامل رسول الله الناس على حساب رسالته؟ هل كان كل هم رسول الله أن يحبه الناس لذاته؟ هل كان كل ما يريده رسول الله أن لا يحاصره الناس؟ لقد كذب وسب وشتم ودميت رجلاه من الحجارة، وقالوا عنه إنه مجنون، ثم أخرجوه من مكة ولم يتراجع، لم يتراجع أبداً. وقال له الله: إذا كذبت فلا تبتئس، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. أقول لكم دائماً ما أقوله لنفسي: الدنيا تمضي والأيام تمضي وكل ما حولنا يمضي، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملا. والباقيات الصالحات لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، كم بيننا وبينه؟ 14 قرن. ولكن أين أبو سفيان وأين محمد؟ أين أبو لهب وأين محمد؟ أين أبو جهل وأين محمد؟ لا تزال أشهد أن محمداً رسول الله تملأ الدنيا كلها، ورسالته تتحرك في كل شيء، وتساقط ذلك كله، وسيتساقط كل الكفر والفسق والضلال عند الحقيقة الإيمانية الساطعة، وسينطلق كل مؤمن إلى ربه عندما ينطلق إلى يوم القيامة بعد كل هذا العناء وبعد كل هذا التعب وبعد كل هذه المشقة. سلام عليكم بما صبرتم. هذا الشرط، أن لا ينهار المؤمنون، أن لا يسقطوا، أن لا يجزعوا، أن لا ينحرفوا. الصبر: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم يدخلنا الله في أجواء الفكر في جانب ثاني، ربطنا به: هل من خالق غير الله؟ لا إله إلا الله. إن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. ثم: يا أيها الناس، إن وعد الله حق، وعدكم الله أنكم تصيرون إليه، ووعدكم الله أنكم تبعثون إليه، ووعدكم الله أنكم تقفون بين يديه، ووعدكم الله أنكم ستقدمون حساب أعمالكم وستقرؤون كتابكم. هو الحق، ليس هناك باطل. وهناك كثير من الناس يقولون لكم: ما هي قصة الله؟ ما هي قصة الآخرة؟ ما هو وعد الله؟ الدنيا أمامكم، انظروا زخارفها، انظروا بهارجها، انظروا شهواتها، انظروا زينتها، لماذا تحرمون أنفسكم من كل ذلك؟ ثم يأتيكم الشيطان:
ليزرع في نفوسكم الأوهام والشبهات والتخيلات، ويزين لكم القبيح ويقبح لكم الحسن. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، بل ادرسوا الحياة الدنيا في موقع الحقيقة. الحياة الدنيا عاشها أناس قبلكم، عاشوا شهواتها، عاشوا لذاتها، عاشوا كل ما يحيط بها ويعيش في داخلها من ما تشتهيه النفس. ولكن أين أولئك الناس؟ تحولت أجسادهم إلى تراب، أما أرواحهم فهي في غيب الله وعلم الله. كم هو حجم الحياة؟ كم هو عمر الحياة حتى تبيع رسالتك بما تأخذه من الحياة، حتى تبيع إيمانك بزخارف الحياة، حتى تبيع مصيرك في الآخرة بما يهيئه الناس لك من مصير الدنيا؟ فلا تغرنكم الحياة الدنيا، إنها تعطيكم الصورة البراقة ولكن الظلام في داخلها، لأن الظلام فيها طويل، ليس ظلام الليل ولكنه ظلام الموت وظلام القبر. فمن أشرقت في قلبه حقائق الإيمان فإن إيمانه هو الذي يشرق في قبره وفي موته، ومن لم تشرق في قلبه حقائق الإيمان فأين يجد النور؟ وهكذا قال الله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وهو الشيطان الذي يخدعكم والذي يغركم والذي يبتعد بكم عن الله والذي يحسن لكم المعصية الآن ويسوف التوبة. لهذا لا يغرنكم بالغرور. عندما يأتي إليكم ناقشوه، عندما يقول لكم هذه المعصية خذوها على طبق من ذهب، قولوا له: هي حلوة، المعصية حلوة والمعصية لذيذة، ولكن كم عمر هذه اللذة؟ لحظة، لحظتان، عشر لحظات، ساعة، ولكن ماذا بعد هذه اللحظات؟ عذاب جهنم وبئس المصير. وقالها علي بن أبي طالب: ما لعلي ولذة تفنى ولنعيم لا يبقى. كم مستعد أنا بحالي بلذة لحظة أو بلذة ساعة وبعد ذلك تبقى تبعة هذا العمل ومسؤولية هذا العمل سأعاقب بها عند الله سبحانه. ناقشوا من يريد أن يجركم إلى الحرام ليزين لكم صورة الحرام وطعم الحرام وإحساس الحرام. قولوا له: صحيح أن الحرام يمكن أن يعطينا لذة في البداية، ولكن قال لنا رسول الله: ما خير بخير بعده النار، وما شر بشر بعده الجنة. ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو. هذه الحقيقة، عدو، لأنه أخرج أباكم من الجنة، أخرج أبويكم من الجنة،
ثم توعد كل أولادهما فقال لله سبحانه وتعالى بعد أن أنظره إلى يوم يبعثون: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. القصة هي هذه. عدو دوره هو لا يحب أن يدخل النار وحده، بل يريد أن عرف أخرج آدم من الجنة كما خرج هو من الجنة، ولكن آدم سارع إلى التوبة إلى الله فأرجعه الله إلى رحمته، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وانتهت المسألة. وتعقد إبليس أكثر: كيف يعود آدم إلى الجنة وقد أخرجته من الجنة؟ إذن هل أكون في الجنة نار وحدي؟ سأدخل أولاد آدم إلى النار، سأوقع فيهم المعصية، أوقعهم في المعصية، ثم إذا فكروا بالتوبة أنسيهم التوبة. نقلت لكم حديثا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن الله عندما أنزل هذه الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات، أن الإنسان إذا فعل حسنة فإنها تزيل السيئة، وكأنه لم يفعل السيئة، جمع إبليس جنوده. الحديث عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، قال لهم: ما رأيكم إن هذه الآية تخرب كل شغلنا؟ لأنه نظل إحنا وراء الإنسان ندفعه نزين له إلى أن يقضي معصية، هذا بعدين الله فتح له المجال مثل ما فتح لآدم، مثل ما فتح الله لآدم باب التوبة فتاب عليه ورجع للجنة، أيضا هؤلاء آدم ندخلهم بالمعاصي بعدين يصير يتوبوا، فإذا معناها راح يدخل الجنة من جديد، فيكون تعبنا كله ذهب هباء. هنا كل واحد قام قدم اقتراح، يعني عندهم برلمان قدم اقتراح، قام الوسواس الخناس، هذا اللي الله يطلب من عندنا أن نستعيذ فيه لوسوس وبيخنس، هذا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، وهذا مثل ما قلنا إله جماعة من الجنة والناس، هذا وسواس خناس جني. وفي كثار ما شاء الله بالإعلام وبالثقافة وبالسياسة وبالعسكر وسواس خناس ماشي على طول الخط وعم يشتغل. قال له: أنا لها، أنا مستعد هالآية، أنا بدبر مسألة. قال: كيف؟ قال: لا نزال بهم حتى يعصوا الله، فإذا عصوا الله وفكروا بالتوبة سوفنا لهم التوبة. يعني هلا شوف التعمت، سكرت سكرة هيك، عشت جو معين، أكلت كذا، زنيت، سرقت، قتلت، عملت كذا، شفت كيف أنت هيك ارتحت؟ وش إلا هلا لاحق على التوبة، بعد سنة بعد سنتين تكون حصلت على الدنيا والآخرة، يعني حصلت على الدنيا كلها وبعدين التوب وانتهت القصة. هذا مثل ما واحد ينظم عن لسان عمر بن سعد أو هو قالها: فإن صدقوا فيما يقولون يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين. هذا منطق يعني وسواس الناس، عرف كيف يرتب لعم عمر بن سعد هاي المسألة ويعني يرتب لنا هالقرار. فقال: أنت لها. قال له: أسوف لهم التوبة حتى يموتوا بلا توبة، لأن اليوم واليوم مثل بكرة، بكرة مثل بعد بكرة، وهكذا إلى أن الإنسان يظل يمشي والمعصية تمشي معه
والتسويف يمشي معه، آخر الأمر يموت على قال أنت لها، أنت اللي أخذت هذا، أنت تستطيع صحيح. وماشي قصتنا ماشي. الأيام أيضا كثير من الناس يعصون الله ويجرمون ويعملون كل شيء، ولما تحكي يقول لك بعد وقت لما بكبر أنا بعدين، وهكذا. فهذا فدور الشيطان، إن الشيطان لكم عدو. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. الله يركز الفكرة دائما أنه عدو. قال اهبطوا منها جميعا، لما الله نزل الكل للجنة، بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. من ذاك الوقت بدأت العداوة بين الشيطان وبين الإنسان، وبدأ الصراع. فالإنسان الذي يكون ينطلق من غرائزه وشهواته في جماعة الشيطان، وذلك يكون من جماعة الرحمن. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه جماعته أولياءه الذين يتبعون خطواته الذين يأخذون بمفاهيمه الذين ينسون الله ويذكرون الدنيا وما إلى ذلك، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم الله يقول الذين كفروا في النتائج لهم عذاب شديد، يعني في جماعة كافرين وفي ملحقين بالكافرين. ما في عندنا كل سفارة بها ملحق سياسي وملحق إعلامي وملحق ثقافي، مش هيك عندنا هاي، وملحق اقتصادي أيضا. الكافرين في عندهم ملاحق أيضا، وجماعة مؤمنين يشهدون أن لا إله إلا الله ومحمد محمدا ولكنهم لا يعملون الصالحات. يعني في كفر اقتصادي، في كفر إعلامي، في كفر سياسي، في كفر أمني، لأنه الكفر فكرة وحركة عمل وخط عمل. فبعض الناس قد لا يحملون الكفر كفكرة ولكنه يحملونه كخط عمل، فيتكلمون كلام المؤمنين ويعملون عمل الكافرين. ولهذا لاحظوا، هلا هم نقراها الآية، ما في بس مؤمن عامل بالصالحات. اثنين، والعصر إن الإنسان لفي خسر، الكل تحت الغربال، مين اللي فوق الغربال؟ إلا الذين آمنوا ثانيا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما والله أنا مؤمن، بعض الناس إلك الإيمان بالقلب، وأنا إيماني بقلبي وإيماني أكثر من إيمان المشايخ والحجاج وما إلى ذلك. إيمانك مين بيقول أنت مؤمن؟ دعوة، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. واحد قال له للإمام الصادق عليه السلام، إن قوما من الناس يقولون إنا نرجو الله ونخاف عقابه، قال كذبوا، ليسوا براجين ولا خائفين، من رجا شيئا طلبه ومن خاف من شيء هرب منه. بدك الجنة؟ بدك تطلبها؟ بدك تخاف من النار؟ بدك تهرب من النار. أما أنك أنت الآن بدك الجنة ما بتمشي ولا متر للجنة، بدك النار وكل موقع من مواقع النار تندفع له، كيف كذاب أنت؟ إيمان بالقلب؟ ما في إيمان بالقلب، إيمان وعمل صالح. لهذا أقول مسلم مؤمن ولكن لا يعمل الصالحات، هذا ملحق سياسي أو ملحق إعلامي أو ملحق ما بعرف شو بالكفار. هذا بعطيكم دليل على هذا، في بعض الناس بناء خلص هو صار مسلم ويحب علي بن أبي طالب، خلص حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، اعمل انت اشرب خمر وازني والعب واعمل كل شيء بس حب علي بن أبي طالب. لا، ليس بأمانيكم. مين الله بيخاطب؟ بيخاطب المسلمين كلهم.
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءاً يجزى به. ما في، تقول أنا مسلم وخلاص الله مخليني فد فرشة هيك، فارشني فرشة من حرير وأنا مسلم، أنا بعمل اللي بدي إياه والله سبحانه. بعض الناس يقول لك أنا شيعي خلاص، شيعي بشرب خمر وبلعب قمار وبزني وبسرق وبقتل وبعمل بدون حق. وأنا علي بن أبي طالب غدا، علي بن أبي طالب غدا يشفع لي يوم القيامة. مش هيك بعض الناس بيقولوا ولا هيك بيقولوا؟ وعلي بن أبي طالب شو بيقول؟ دعاكم إلى بعد شوية تسمعوا، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض، يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي. هذا منطق علي بن أبي طالب اللي علمنا إياه. أنت علي بن أبي طالب كان يصلي بالليل والنهار، كان يتقي الله، كان يترك الدنيا كلها من خلال حتى يرضى الله عنه. علي بن أبي طالب أفشل نفسه في الحكم لأنه رفض أن يستجيب لسياسة اللف والدوران. علي بن أبي طالب قال ما ترك لي الحق من صديق. علي بن أبي طالب أنت بدك تمشي مع الظالمين وتسير مع المنحرفين وتأيد الكافرين وتعيش مع الفاسقين، وعلي بن أبي طالب يقول لك تعال أنت من جماعتي، والله ما شيعتنا شيعي. إمام الباقر يقول والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وكانوا يعرفون بالتواضع والتخشع، وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. أفيكفي من ينتحل التشيع أن يقول أحب عليا وأتولاه ثم لا يكون فعالا؟ فرسول الله خير من علي. أفيكفي الرجل أن يقول أحب رسول الله ثم لا يعمل بسنته؟ ثم قال من كان وليا لله فهو لنا ولي، ومن كان عدوا لله فهو لنا عدو، والله ما تنال ولايتنا أهل البيت إلا بالورع عن محارم الله. هذه أهل البيت، ولا بناكم أهل البيت يعني جماعة إحنا زلمهم وإحنا أتباعهم وإحنا جماعتهم وخلاص نعمل كل شيء وأهل البيت بيخلصونا. لا، أهل البيت الله هو كلفهم أن يصلوا ويصوموا وأن ما يعملوا المحرمات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن أشركت ليحبطن عملك، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. جنابك أنت أعظم من النبي، بدك النبي يشفع لك، بدك علي بن أبي طالب يشفع لك، بدك الحسين يشفع لك، ويشفع لبني أمية، يشفع لهم اللي قاتلوه، هم شيعة قلوبهم معك وسيوفهم عليك، هم شيعة. بدي أفكر القضايا أساس، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، شوفوا آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة فيما أساءوا من عمل وأجر كبير فيما يستحقونه من نعيم الآخرة. أفمن زين له، هذه مهمة يمكن طولنا عليكم معلش، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. كل مشكلة بعض الناس
أنه هو يمشي في القبيح ويفكر في القبيح ويقيم علاقات قبيحة وخطوط قبيحة، ولكن بناء أنه ما في أحلى منه، ما في أحسن وما في أرفع. ليش؟ لأنه ما بيفكر، لأنه ما بينقد نفسه، لأنه ما يحاول يناقش أفكاره. خلاص أخذ هالشيء ومشى، ما حدا يفهم أكثر من عندي، ما حدا يناقشني، أنا مش مستعد أقتنع. لو إجا مين ما إجا بده يقنعني. ليش؟ ليش؟ أنت في كثير من الحالات بحياتك غلطت، مثل ما غلطت بالشيء الفلاني يمكن تغلط بهذا، يمكن تغلط بغيره. ليش أنت تعتبر حالك ما بتغلط؟ مين اللي أعطاك العصمة؟ مين اللي أعطاك المعرفة الكاملة؟ إذا كنت فقل لمن يدعي في العلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. وكل واحد من عندنا عنده شوية علمايات شوية، ولكن ما يجهله أكثر. وكلما تعلم الإنسان أكثر كلما ازداد علما أكثر. أفمن زين له سوء عمله، وهذا يحتاج دائما نعرض أنفسنا على القرآن، على الإسلام، نعرض أنفسنا على أهل الذكر يا جماعة، لأنه يمكن الواحد يكون مغشوش بحاله، يمكن الناس يغشوا بحاله. في كثير من الناس يأتون إلى بعض الناجحين في الحياة يضخموا لهم شخصيتهم وينفخوهم ويمدحوهم حتى يشعروا بأنهم هم الذين لا ينقدون. ليش بقى الآن في ناس بالدنيا، في علماء، في زعماء، في شخصيات اجتماعية، هذا بناء كل واحد ينتقده يعني عدو. ليش؟ لا، لأنه ليش يتصور حاله أنه هو فوق النقد؟ لا، أنت اعتبر حالك عندك إيجابيات، عندك سلبيات، عندك حسنات وعندك سيئات. إذن شوف لما واحد يجي ينقدك فكر فيه قبل أن تنفعل، قبل أن تصير عندك حالة عصبية. فكر يمكن والله الحق مع هذا الإنسان، يمكن، فخليني أنا أفكر فيها حتى أعرف هل هو على حق، حتى أصلح نفسي، أو على باطل حتى أناقشه في هذا الموضوع. ما لازم ننفعل لما حدا ينتقدنا، يعني على مستوى أشخاص، على مستوى جماعات. لابد أفرض أنت تنتمي لجماعة، واحد إذا انتقد جماعتك لا تقول له لا أنت عدو أنت خصم، قل له لا. شو هو هالنقد؟ مثلا والله أنتوا عم تعملوا كذا وكذا، أنتوا ينسب إليكم كذا وكذا. فكر يمكن صح، يمكن في بعض الناس اللي أنت من جماعتك وتنتمي إلهم، سواء كان بطائفتك أو حزبك أو حركتك أو منظمتك أو عيلتك أو أهل بلدك، هالناس اللي تنتمي إلهم عندما ينتمي الناس للناس يمكن مغلطين. إذا مش مغلطين ماشي، ليش تنفعل؟ لا، لا تنفعل. الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان يربي نفسه على هذا، أنه الإنسان لما يمدح يمدحه الناس هو بينزل، لما الراس يرفعوا لفوق هو بينزل نفسه لتحت. ليش؟ حتى النفس تاخذ توازن. اللهم لا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها. يعني بقول لحالي أنا الناس هيك تمدح، أنت عظيم، أنت هذا، بقول لنفسك الناس عم تقول عنك عظيم، لأنه الناس ما بتعرف الخفايا اللي عندك. يا فلان لا تنتفخ، انت عندك العيب الفلاني اللي الله ستره عليك، وانت عندك الخطيئة الفلانية اللي ما حدا بيعرفها، وانت عندك وانت عندك. كلما مدحك الناس بكلمة كلما أوحيت إلى نفسك بخلاف ذلك بكلمة، حتى تظل متوازن ما تنتفخ. الانتفاخ بيجي لما ما بتخلي له شيء يتنفسه، لكن خلي لك الا جيب لك بالون
وانفخ وخلي لك مقدار إبرة هذا، ما بينتفخ البالون، بدي يظل ينفس. لازم تظل تنفس أنت، لأنه في كثير من الناس بدو ينفخوك يغشوك حتى يزينوا لك القبيح، وحتى يقبحوا لك الحسن، وحتى يضخموا لك شخصيتك حتى لا تنتفع بنصيحة. إنسان دائماً لمن يعتبر نفسه صار عالم وما حدا بعلمه بدأ تراجع نحو الجهل. لكن كلما ازددت علماً ازددت وعياً بحجم جهلك، لأنك تشوف آفاق كثيرة ما تعرفها، عند ذلك تبدأ عم تنمو، لأن كل ما أحسست بأنك جاهل تحاول تتعلم، كل ما أحسست بنقاط الضعف تحاول تقوي، كل ما أحسست بالنقص تحاول تكمل. هذا الأساس. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء. يعني الشخص اللي ما بيلاحظ نفسه مش الله يجعله ضال، الله يتركه لنفسه، قل له ما دام انت ما عم تفكر وشايف حالك وبناءك على حالك ما في منك بالدنيا وما في احسن منك، خليك لحالك. ويهدي من يشاء اللي بفكر واللي بيظل يناقش نفسه. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. انت تكليفك انك توعظ وترشد، اكثر من هذا مش واجب عليك. اهتدوا ما اهتدوا شو دخلك انت؟ عليك تعمل كل ما عندك، اذا عملت ما عندك بعد ما في شيء. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون وسيحاسبهم الله على ما يصنعون فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. والحمد لله رب العالمين.